التي فيها كبير كوبا ديل ري. برشلونة يجتمعان في هذا الملعب الأنيق الجميل، التحفة المعمارية الرياضية التي يستحقها نادي أتلتيكو مدريد. مرة أخرى الأرقام تقول أن هذا الكبير ميسي عندما يزور مدريد في مباراة نهائية، حدث ذلك 5 مرات، فيها جميعا كان منتصرا وكان ظافرا. يا له من حضور هذا المساء الكبير هنا في هذا الملعب الذي كلف 240 مليون يورو، وقد قدم بعد ذلك بهذه الصورة الراقية لكرة القدم الإسبانية ولنادي أتلتيكو مدريد. ولدينا هنا الجماهير الحاضرة من كاتالونيا، ولدينا بعد ذلك الجماهير القادمة من الأندلس، وسنستمع الآن للنشيد الرسمي لإسبانيا. حضور طبعا ملك إسبانيا الملك فيليب السادس. ويا له من مرور، ويا لها من كرة تصل لميسي في الكرة ميسي وما بين إنييستا، والتسديدة تأتي وتصطد وتصل يقعون على هذا الكبير، وهذه كرة خطيرة والكرة تبعد ولدى الأمور تماما. هذه كرة تصل الآن لسواريز، الكرة في المكان السليم ويأتي الإبعاد، لكن حكم المباراة يأتي الآن ويحتسب الخطأ لصالح فريق نادي برشلونة. الصورة الآن يتقدم ميسي، سدد وحارس المرمى سوريا ديفيد سوريا يتألق في إبعاد الكرة، يبدأ وكرة خطيرة مرة أخرى ويأتي الإبعاد في الكرة الماضية، لكنه دائما صاحب الحلول، يأتي بكرة جميلة وديفيد سوريا وهو يخوض النهائي الخامس على التوالي في هذه البطولة. لاحظ الكرة المعنى في كرة لفيليب خطيرة، فرصة جول 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 برشلونة، البرسا يسجل ويتقدم الأورغواياني لويس سواريز يسجل بعد عمل من البرازيلي، لكن خطأ دفاعي كبير من دفاع نادي إشبيلية، يستغل كوتينيو ويرسل كرة سهلة جدا في المكان السهل، في المكان السهل. شوف كرة لسيريسن لعبت عالية من حارس المرمى، أصبحت كأسة وأصبحت بطولته المفضلة وهذه، وتقدم برشلونة الفريق الأفضل بالفعل. شوف عن طريق خيسوس نافاس يأتي بالعرضية الخطيرة في الكرة الماضية تذهب وتصل الآن لأن تكون إلى خارج أرضية الملعب. مباراة جميلة، حكم عنيف على مستوى كأس الملك. هذه كرة من ضربة ركنية أمتيتي لصالح أمتيتي، حكم المباراة يستمر والتسديدة، هذه كرة بتضيع، كرة بتضيع لفريق عن طريق هذا اللاعب الحاضر في الكرة الماضية. الكرة كانت جميلة بالفعل، تقدم للأمام إلا أن يهدد، إلا أن يبادر الآن وأن يسجل، رغم ذلك الكرة لازالت مستمرة في المكان السليم والتسديدة خطيرة بتمر بالضيع. عمل كبير يقوم به الكبير خيسوس نافاس في الكرة الماضية، وبالتالي كرة كانت خطيرة جدا. روما ووداع لدوري الأبطال للسنة الثالثة على التوالي، كرة باتجاه من السليم، استقبال جميل وكرة خطيرة وفرصة مرة أخرى والكرة سهلة، المرور مرة أخرى، الكرة باتجاه إنييستا، التسديدة موجودة، الله لا تبدو جادة الآن عن طريق خيسوس نافاس، يأتي بكرة، الكرة قوية موجودة، يا لها من نقلة ويا لها من كرة وكرة جميلة، ميسي هدف برشلونة الثاني، هدف برشلونة الثاني، ميسي أهلا بكم في جحيم ميسي، هدف ثاني لبرشلونة، يتقدم برشلونة بكل سهولة، بكل سهولة بلا عناء، لكن عينك على إنييستا، نعم يبدأها في الأولى وإنييستا بعد ذلك
اولا وجوردي البا اولا ونيمار بعد ذلك ثانيا. وهذه كره تلعب ينطلق ياتي بكره لميسي كره جميله الله في المكان السليم جول جول خلصها سواريز في الشوط الاول انهاها سواريز في الشوط الاول فقط من المباراه النهائيه تمريره الساحر ميسي الساحر ميسي خلى هذا الاندلسي في مباراه الاهداف التسعه انطلاقه موجوده والشوط الثاني وخطيره وكذلك للعام الثاني على التوالي ارقام ايضا حقيقيه لخمس اهداف قابله للزياده وقابله بالتالي ان يكون ميسي هو عقد من ايفرتون ولعب برشلونه السابق والتسديده الكره المار وكره تلعب هنا باتجاه فاسكيز محاولة فريق نادي اشبيليا تاتي المحاولة عالية ميسي تاتي المحاولة بالفعل لكوتينيو في مرور ولكنها طالت طور جميل وصلت الى ميسي نقلت هدف 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 الله الله الرسام الرسام في اخر ليلة اخر مباراة نهائية وكأنه يقول أمانة يا ليل طول وهات لي العمر من الأول أمانة يا ليل طول وهات لي العمر من الأول 4-0 الرسام يسجل في الوداعية وكم لاحظ هنا جماهير نادي برشلونة ضربة حرة مباشرة تاتي وتصدي وكرة خطيرة وفرصة بالضيع لهدف خامس لأومتيتي هدف خامس لأومتيتي هذا المدافع هذا المدافع اللي يبرد قلبك انت كمشجع للفريق 4-0 متقدم قتي سيرجيو روبرتو هنا الكره تصل بعد ذلك لخارج ارضيه بعد ذلك المرور وبعد ذلك تسهل الامور تسهل الامور لهذه كره جوردي البا وهذه كره جميله ومحاوله قائمه والكره تبعد ولا جانب الكرواتي راكاتيتش بالفعل الزميل هذه خطيره الفرصه باتلتيكو مدريد بينما انطلاقه من اسكويدرو ياتي بمحاوله لوكو مجمعي في اشاره الى الحزن الكبير وخطيره وفرصه ابعدت من ميرسا الذي ياتي بالعاب خياليه ولا يتحدث كثيرا اطلاقا وبالتالي نحن رقم 32 لانها اصبحت شبه مؤكده في الليغا كره قويه خطيره الكرات الماضيه مرت وتحولت لان تكون الى ضربه مرمى في الكرات الماضيه شوط ثاني لم ياتي كما ربما هدف اول في المباراه لكن سيليسن 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 يبدو كل الامور ولاحظ الكره الماضيه اللي كانت لساندرو راميرس هدفين في هذه المباراه كره جميله فيها مرور وفيها تقدم وفيها ضربه ركنيه في الكره الماضيه ضربه ركنيه ضربه ركنيه زعلان ليونيل ميسي فيها انطلاقه كره فيها مرور هدف خامس في المباراه لكنه يلغى يلغى فيليب كوتينيو وحكم المباراة يحتسب ماذا؟ يحتسب ضرب جزاء ضرب جزاء ضرب جزاء في برشلونة في المواسم القادمة كوتينيو يسجل هدف خامس يتقدم يسدد جول هدف خامس لبرشلونة في مباراة نهائية أسهل بكثير يا فالفيردي مما كان متوقعا أسهل بكثير مما كان متوقعا وهذا الإيطالي لا تعرف له حالة هو فايز هو خسران هو متعادل نفس الحالة نفس الهيئة نفس الشكل وبالتالي هنا الأمور نعم الأمور نعم أصبحت الآن خماسية قابلة للزيادة روح الرياضية وإلا فلا وهذه انطلاقة للأمام واحدة من أقل مباريات فريق نادي الليلة لأنه عندما قابل ريال بيتيس في ديربي الأندلس الكبير خسر عندما يتقابل الفريقان سواء في الدوري في الليغا في كل المسابقات الأفضلية واضحة وصريحة برشلونة ميسي لا يعانيان إطلاقا عندما يتقابل كان في برشلونة ساحر اسمه مارادونا
وكان الكل أكبر بكثير مما حققه الأسطورة الكبيرة جدا في عالم كرة القدم الساحر الكبير. في خطأ، في انذار، لازلت عند رأيي في طرد، لازلت عند رأيي المباراة لن تخرج دون اللون الأحمر للفريق الأندلسي في مباراة نهائية من جانب واحد.